لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال ابن جرير رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه ثم قال اللهم أمتي اللهم أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيه. فأتاه جبرائيل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني يبكي شفقة على أمته. فقال الله يا جبرائيل اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. اللهم أغث أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى في هذا المقام محتجا على مشركي العرب بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه آهلة تبرأ ممن عبد غير الله، وأنه دعا لمكة بالأمن فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، وقد استجاب الله له فقال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال في هذه القصة رب اجعل هذا البلد آمنا. ذكرنا أن معنى أن الحرم آمن يشمل معنيين، المعنى الأول معنى التشريع، معنى الشرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة. فهذا التحريم تحريم القتل والقتال وتنفير الصيد وقطع الشجر، فهذا أمر شرعي وقد جعلها الله عز وجل كذلك، وأوجب سبحانه أن من دخلها
كان آمنا يجب أن يؤمن. أوجب سبحانه أن لا ينفر صيد، فكيف بالإنسان؟ بل جماهير العلماء أن من ارتكب جرما خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لا يهاج حتى يخرج منه، وإنما يضيقون عليه فيه بمنع البيع والشراء والمؤاكلة حتى يضطر إلى الخروج فيعاقب بعقوبته حينئذ. وأما إذا ارتكب الجرم في الحرم كمن قتل في الحرم فإنه يقتص منه في الحرم، لأنه لم يراعي حرمة الحرم، فلا يكون الحرم عاصما له. أما إذا لم ينتهك حرمة الحرم فيجب أن يؤمن. ولذا قال ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما: لو رأيت قاتل عمر لما هجته، لو رأيت في الحرم قاتل عمر ما هجته حتى يخرج. وفي أثر آخر عن عمر قال: لو رأيت قاتل الخطاب ما هجته حتى يخرج، أي في الحرم. المعنى الثاني من معنى التأمين المعنى الكوني، وهو الذي أشار إليه ابن كثير بقوله: وقد استجاب الله دعاءه، استجاب الله له. وذلك بأن الحرم في أغلب القرون منذ وجد كان آمنا، وإنما الإخافة لمن دخله شيء نادر جدا لا يكاد يوجد إلا في أوقات يسيرة، كما وقع مثلا في فتنة ابن الزبير والحجاج عندما ضرب مكة بالمنجنيق ثم قتلوا عبد الله بن الزبير في الحجون، يعني قريبا من المسجد، عندما جاءه حجر من حجر المنجنيق فسقط فهجموا عليه فقتلوا. وكذلك ما حدث في فتنة القرامطة حين قتلوا حجاج بيت الله الحرام ورموا أجسادهم في بئر زمزم وطموا البئر بذلك حتى يسر الله أن ينزعوا عنه. فما وجد من إخافة في أي زمان على حسب درجات الإخافة فهو استثناء، والأصل أن الله جعله كونا كما هو شرعا حرما آمنا. قال ابن كثير: قال في هذه القصة: رب اجعل هذا البلد آمنا، فعرفه كأنه دعاه به بعد بنائها، كأنه دعا به بهذا الدعاء بعد بنائها. لا، هو يقول كأنه دعا قرب في النسختين، لأنه أو كأنه، كأنه أقرب، لأن هو في سورة البقرة قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فلم يكن بلدا وإنما دعا أن يكون بلدا. وبعد أن صار بلدا قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ده ظاهره أنه دعا به بعد أن صار له عددا من الأبناء، اللي هو إسماعيل وإسحاق بني، ويعقوب أيضا من أبنائه. فالظاهر أنه بعد أن ولد له أبناء دعا على الأقل اثنين حتى يصح الجمع، والله أعلم. قال
ولهذا قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق 13 سنة، هذا معلوم عن أهل الكتاب وليس عن كتابنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر يعني حكاه أهل الكتاب مستقرين عليه، وهو يؤكد أن الذبيح إسماعيل. ولا نزاع بيننا وبينهم على أن إسماعيل هو ابن إبراهيم البكر، وفي التوراة اذبح ابنك بكرك، ثم بعد ذلك قالوا إسحاق، كيف وإسماعيل هو الابن البكر الأول؟ قال فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكة، إلى مكان مكة، فإنه دعا أيضا فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا، كما ذكرناه هناك في سورة البقرة مستقصا مطولا. والدعاء أيضا رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع هو دعاء عندما ترك إسماعيل وأمه أول مرة في مكة قبل أن يولد فيها بشر رضي الله عن هاجر. وقال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته، يعني بمثل هذا الدعاء ونحوه، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، اللهم جنوبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس، وأنه برئ ممن عبدها ورد أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. الحقيقة أن إبراهيم دعا لمن خالفه بالمغفرة، ولا يتم ذلك إلا بأن يتوب الله عليهم، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. أما أنه ورد أمرهم إلى الله فهذا ينطبق على دعوة عيسى صلى الله عليه وسلم، كما قال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وليس في هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجويز وقوع ذلك. قلنا بل هو يتضمن أنه يجوز أن يقع ذلك بأحد أمرين، لمن تاب أو لمن لم تكن بلغته الحجة الرسالية، فإن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن وقع في الشرك كمن عبدوا المسيح وأمه والروح القدس من النصارى، إذا لم يكن بلغهم عن التوراة والإنجيل عن موسى وعيسى أمر التوحيد، إذا لم يكن بلغهم أن عيسى جاء بعبادة الله وحده وأن الرب إلهنا رب واحد، وظنوا أن دين النصرانية هو ما قرره الأحبار والرهبان من الشرك والوثنية والتثليث، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، فمن استجاب ونجح وأفلح يرسل الله إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. ولذلك دعوة إبراهيم
لا تحتمل إلا أنه يدعو لهم بأن يتوبوا فيستغفروا من الشرك وعبادة الأوثان فيتوب الله عليهم، أو تحتمل أمرا آخر: ومن عصاني في غير الشرك فإن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. فهو يدعو لمن عصاه وكان من الموحدين من أبنائه الذين لم يعبدوا الأصنام. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.